عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه ميريبيلا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بقلاوه بالفول السوداني، او كي كنقولوا لها بقلاوه بكاوكاو. كتجي رائعه بلمسه مغربيه، كتجي لذيذه بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 250 غرام ديال الكاوكاو الغليظ، غادي نقليوه في الزيت ونهرمشوه. 250 غرام ديال الزبده، انا هنا استعملت الزبده ديال البواط، كندوبوها مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء، ومن بعد كنصفيوها وكنستعملوها. عندنا واحد معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال القرفه، ساشيه وساشيه ديال الزهر. بالنسبه للشربات عندنا جوج كيسان ديال العلبه ديال السكر سنيده، وواحد كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وبطبيعه الحال لاباط فيلو. انا كنستعمل هذا النوع. هذا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نوجدوا الشربات في كاسرول، غادي نديروا الماء، سكر سنيده، غادي نخلطوهم مزيان حتى تبان لينا ديك السنيده بدات كتذوب. غنزيدو العصير ديال الحامض، غنحركو فيه مزيان، من بعد غنديروه فوق البوطه، غادي نقصو ليه البوطه، نخليو عليها عافيه مهيله حتى يبان لينا اللون ديال هاد الشربات، حيت السيرو اللون ديالو تبدل وغيولي ثقيل، غيبقى غادي وكيتقال. دابا غنوجدوا الحشوه. اول حاجه خدو شي باسين غنديروا فيها داك كاوكاو، كي قلت لكم كاوكاو الغليظ، ونقليوه في الزيت. منين هرمشوه يكون على هذا الشكل. غنزيدو عليه سكر كلاصي، واحد معلقه كبيره، يمكن ما ديروهاش، ممكن تستغنيو عليها. القرفه حتى هي قلنا معلقه كبيره، والزهر، هذا الزهر باش كيعطينا ديك النكهه ديال الزهر. ما بغيتش، بعض المرات كنت كنرش عليه الماء زهر، ولكن ما هاد كيرطب لينا هاد الكاوكاو، ما كيجيش زوين الا رشينا الماء زهر. نخلطو من الاحسن بيدي، غنخلطوهم مزيان، دابا غنبداو. ها هي لوها، ها هو المول اللي غنستعمل انايا. المهم نتوما تستعملوا المول اللي كيدخل عندكم الفران. اول حاجه بعدا كندهنوا المول مزيان بالزبده، ندهنوه كله هذيك الزبده كي قلت لكم انا كندوبها وكنخليها حتى كتنشف من داك الماء، ما كيبقاش فيها داك الحليب. من بعد كنخليها حتى كتبرد وكنصفيها، الا بقى فيها شي هذاك شويه ديال الحليب اللي كيبقى فيها كيتحيد. علاش كنديروا هذه الطريقه؟ حيت الا ذوبناها وخلينا فيها داك الحليب ما كتجيناش لاباط مقرمشه، كتجينا مرطبه. ها هي غنحلوها بشويه دغيا كتقطع هكا باش تبان مزيان. ها هي باينه، ها نعبر شحال غيجيني هنايا، نشوف العبر ديال الوسط. وديما نديرو زيف باش تغطى، ما نخليوهاش بلا، ما نخليوهاش هكا يضرب فيها البرد حيت غادي تقصح. نفرش ليها الزيف وغنحطها عاد باش نبدا نخدم بها. ها هي غادي نشدو المول وغنعبرو،
تقريبا هنا هادشي تقريبا تلهم، نقطع عبر بها تاني. هي قطعناهم، نخليهم وسط الزيف على هذا الشكل، نلويهم وعاد باش غنبداو نستعملو. دابا كي قلنا راه دهناها بالزبدة، غادي نبداو نحطو فيها لاطات وندهن. هادو نغطيوها باش ما تنشفش، راه الا نشفات لينا تبي كتقساح. غنبداو ناخذو بجوج بجوج، ناخذو بعدا العبار ديال الوسط هاد الجنب اللي غيبقى لينا هنا زايد. بالنسبه لي انا ما غنقطعوش، غنطويه. هاد المره طويته على هاد الجهه، المرة الأخرى غنطويه على الجهة الأخرى. هاد المرة نطويه لهاد الجهة، مرة نطويه لهاد الجهة. بغيتو تقطعو قطعو، أنا كنفضل هاد الطريقة باش ما كضيعش ليا لاباط. كنديرو جوج وكندهنو. ندهنو كي جلس، غنديرو جوج وندهنو، نديرو جوج وندهنو، ندهنو مزيان بالزبده. كي غنديرو دابا، انا درت ثاني ورقه واحده اخرى، هاندي الاخرى، هادي طويتها من هاد الجهه الاخرى، غنطويها من الجهه الاخرى. غنستمر هكا. دابا درت جوج، أربعة، غنستمر. المهم غديرو نتوما العدد اللي بغيتو ديال الوراق اللي بغيتو لتحت. أنا تقريبا غندير تمنية، غندير تمنية ولا عشرة، نديرو عشرة كاع. هنا قلنا درنا أربعة، غنبقاو غاديين جوج 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 حتى نكمل عشرة. نديرو تقريبا عشرة ديال الورقات ديال لاباط فيلو. غادي نديرو الحشوة، نسرحوها مزيان. نديروها نقادوها مزيان، نزيد هدي.
غادي نضغطوا عليها مزيان بحال هكا، نضغطوا مزيان باش تلصق على لاباط هكا، ونكمل هاد الحشوه اللي بقات عندنا. نسرحها بالتساوي، يعني البياس اللي غنديرو في هادشي نديرو هكا ونضغطو مزيان. غناخدو ها هي لي فوي هادو اللي بقاو عندنا، هاد الصغار هادو اللي بقاو عندنا هنخدم بهم في الوسط عاد باش نكمل بهادو اللي قطعت نيشان باش ما تنضيعوش، حتى هادو كنخدمو بهم. نحاول نغطي هذاك كاوكاو، نحاول نغطيه بلاباط هم، غندير وحده كبيره هكا هاد الجهه، وحنا كنضغطو هيا ديك الساعات كنا كنديرو جوج وكان جوج وكندهنو، دابا درنا غا تقريبا وحده وغندهنو عاد باش غنبقاو نديرو جوج وندهنو. دابا غا هادي باش تشد لينا ديك الحشوه، غندير طبقه اخرى، غنستمر هكا غنبقى ندير وحده عندها ندير جوج، دابا غندير وحده اخرى غندهن، وغنبقى ندير غيساليو ليا هادو غنبقى ندير جوج ندير جوج وندهن جوج وندهن حتى كنسالي 10 اللي بقاو لينا. دابا سالينا هادي كنقطعها كنجيها تنديرها تجي ليا كامله، تغطي ليا هادي كامله. غادي ندهنها مزيان بالزبده، دهنها مزيان. وكي قلت لكم حنا كنديرو في لي فوي وحنا كنضغطو، كنديرو في لي فوي وكنضغطو باش كتشد لينا ديك الحشوه الوسط. من بعد كناخدو موس يكون ماضي وكنقطعوه، بسم الله نقطعوها هكا. ها هي ملي كنقطعوها، سمحوا لي حيت لا فيديو اللي كنت كنصور في التقطاع مشى ليا. مهم ها هي كنقطعوها بحال هكا، ضروري الموس يكون ماضي باش تقطع لينا مزيان. غندخلها الفران يكون مسخن من قبل، نشعلو لها لتحت نخليوها حتى طيب مزيان من لتحت، ونشعلو لها الفوق باش تحمر. البقلاوة ديالنا ها هي اللي خرجتها من الفران، هي باقا سخونه. بالنسبه لهذا الشربات ها كيجي تقيل،
ضروري يكون بارد، راه بارد مزيان، راه وجدته هو الاول. انا ديما كنوجدو هو الاول باش كنخليه حتى كيبرد مزيان عاد باش كنسقيو به. البقلاوه ديالنا تكون يلا خارجه من الفرن، بقى سخونه، والشربات يكون عندنا يكون بارد. بسم الله نسقيوها مزيان، غنديرو الشربات في حد البلايص اللي فين قطعنا، بحال كنبقاو غاديين مع التقطيعه ديال الموس وحنا كنسقيو. غنستمرو هكا حتى نسقيوها مزيان وغنخليوها حتى تبرد، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الباكلافا ديالنا هو هذا، كتجي زوينه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها غادي تعجبكم. المذاق ديالها كيجي مغاير على البقلاوه العاديه، نوريكم كي كتجي من الداخل، كتجي معلكه، حتى دوك هذيك الشربات كتجي زوينه. انا هنا زينتها بقرقع مهرمش، يمكن ديروا بيستاش ولا اللوز، ولا يمكن تخليوها ساده تخليوها عاديه، كتجي مقرمشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كما العاده. الا عجبكم لا فيديو عملوا لايك وسبسكرايب باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، بسلامه.